بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واصطن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولليال أولا إله سبحانه وتعالى يا ماتسكالة اللي مارتي نسكو كان كيني مجلس من مجالس التعليم نسكو كان كيني يا ماتسكالة إلهي سبحانه وتعالى وحمدزني نبي أسماء الحسنى وصفات العلا إلهي ما أرتي علمي كان يتعليم تني محاضرة يدعون إلى النزياديو إلهي سبحانه وتعالى ما أرتي أجر الله نجسيو وجزاكم الله خيرا. ولا ليال محاضرة سي ما أرتي شيخوني إعلامي وحكوس أسنتاي حقوق الجار أما حقوق الجوار. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسة العزيز الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى كتاب في القرآن كحكو عديي نبي عليه الصلاة والسلام أحاديث فربضان وكشيغي مسلمين تا جيرانك حقوق ذا إسكليهين والله وما أرتي إني قتان موضوع عصا يمحاضرة ذا كساب سنتهاي. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسو حليه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى آيدا إلهي سبحانه وتعالى أمدي سوح أوضى دار مايا بالإحسان إلى الجار جيران كما رتي إن إحسان لو سميه آيدا وحيالها إلهي سبحانه وتعالى وقبل الله ومعنى وحاوي وأعظم الواجب أمر به المسلمين وحيالها أوين المسلمين تلفري واجب كأه أي آيات الله سبحانه وتعالى يقوب الله وأرنت أسمع واي وتوحيد الله تبارك وتعالى وإله سبحانه وتعالى كل جس أو لعابده أي إله سبحانه وتعالى آيات يقوب الله إله يحليه سبحانه وتعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإله سبحانه وتعالى حليه وارضضه وإله سبحانه وتعالى كل جس عابده شركنا اسكي الى عليا بمعنى وحاوي ميشا سوحا لا يقادن لو شيء بالا يقادني لو ذا شيء لا يقادن ايدا اوهر وحاوي اعظم واجب امر به المسلمون مسلمين تو حالا اوين او لفري اما امده وحالا اوين او الله سبحانه وتعالى واجب كو او لفري وحاوي وعباده الله سبحانه وتعالى وحده تذكر ان الله كليس اي عابدان وواجب اوين او مسلمين تمارت اما امده لفري واي وانا حكمتي اما هدفك اما مقصدك بني ادم كان لو خلق واي إله سبحانه وتعالى آيات كل حليه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إله حليه الجن إنسي الثقالين بالير هذا إله حليه لوضع صحك لأدونك لو مكين حكمة الله خلقي أما هدفك الله خلقي أما مقصدك لا الله وحاوي أدونك لو كاني إن إله سبحانه وتعالى كل جس أعبده وواجبك أخري وآيات الوشاك ولذلك أعظم واجب أمر به الأمة أما أمر به المسلمون وتوحيد الله تبارك وتعالى إله كل جس العبده وحكوحك ومعنى الله ليس بمعنى وحاوي أعظم ذنب نهي عنه الأمة ذنب إلهي لا يقله أو مدى لا يقربي وحاوين الشرك بالله تبارك وتعالى إلهي غير كسو أعابده إلهي حليه وعبد الله ولا تشركوا به شيئا إلهي كله عابد شركا اسكي العالية والشرك معناه وحاوي معنى سواء القراني وصرف العبادة لغير الله عبادة الله سبحانه وتعالى إلهي أيو قوة دون صدي وإلهي غير كسو أولي حسو ayaliira shirka liiraada marka waxa way ilaahay aayadaas waxaalaha u weyn u faray qaybta u hore waxa way waxaalaha u weyn oo qofka laga rabo cibaadada maarta waajibaadka wa tawxiidka ilaahay subhaanahu wa ta'aala waxaalaha u weyn oo laga reebana macna waxa way wa shirku ashirku billahi tabaaraka wa ta'aala ilaahay subhaanahu wa ta'aala aayadaha inta ka dambay ilaahay wuxuu faray ummada wuxuu u daarmay ihsaan waxaala wanaag oo la sameeynaayo waxaala akhlaaq wanaagsan waxaala rawo dadka muslimiinta inay aad ugu dadaalaan waxaala waxa kamidaha إلهي سبحانه وتعالى وحليه وبالوالدين إحسانا واللوذي قدلين إحساني وناك أسميه وبالوالدين إحسانا وبذل القربى قراولنا إحسان أسميه وبذل القربى واليتامى أقنت المارت إحساني وناك أسميه والمساكين مساكين ترمحانا إحساني وناك أسميه والجار ذي القربى والجار الجنبي ومعنا موضوعين وحكوسة سنوي درس كمارتك قراولة كل أهن إحسان أسميه درس كمسلم كأوانا قراولة كل أهن وكافقنا إحسان أسميه ما كوالا ليال إلهي سبحانه وتعالى أيضا حوفري الإحس وحاكمه وحالة إلهي سبحانه وتعالى ونظر مي بالإحسان إلى الرجال
جيرانك إني مارتي إحسان إي وناك لو سمعيه. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاقة بين الإيمان وإكرام الضيف وإكرام الضيف إلى سبحانه وتعالى. أما النبي عليه الصلاة والسلام وحنو عديي علاقة مارتي كده حيصه أما مارتي إيمانك إيو مارتي جيرانك إحسان لو سمعيه إيو مارتي قفك مرتده مارتي إحسان إيو مارتي وناك لو سمعيه. النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث فرب ضنبا قصة أروتي ومدى وفراي إن إحسان لو سمعيه جيرانك إحسان لو سمعيه. أحاديث وحاكمية النبي عليه الصلاة والسلام وحالقوري وحودة النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام حديثا وحفر أمد وحاله فربضا أو إحسان أو لره مسلمين تأين يكد ذالان حديث ميان عند الله أجر إيكيه لين إي ثواب إيكيه لين. نبي حليه عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قفك إلهي رميي ما لنت آخران رميي أو قفك ما رتي قلبي قيس إيمان يكجرته إلهي سبحانه وتعالى أله خالق رميي أو إلهي سبحانه وتعالى كعب صوني خدنا ما لنت قيام رميي أو إني جرته ما لن قفك والبو مسلم إه إلهي سبحانه وتعالى الأول حفصاتم يدونك وحكسميي أو ليرا اليوم الآخر قفك رمينا فليقل خيرا ننك إلهي رميي ما لنت قيامنا رميي فليقل خيرا قفك خيرا كو هذا أما أول يصمت قفك أسكا مصر قفك مسلم وحال أرهو إنه كون ولا هذا وحالها هكمدة أما خير كوابل أما إسكا مصر إلهي سبحانه وتعالى عرب كان بشمان إلهي الحقوق سميي إنا وحيالها وناك أكو كسبته وحيالها مارتي معاصي ذنوبتنا أسكي لالسو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حقوها نونيي أما أقود دارمي إنا خير أكو هذا شو هذا خير أكو هذا إن إسكا مصر ولذلك وحليه النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قفك إلهي رميه ما لنت آخر رميه وردده أما خير كهلا أما إسكاء موسى. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر قفك إلهي رميه ما لنت قيامنا رميه فليكرم جاره درس كيسا كرميه أو إحسان إي وناك درس كاد أسمه درس كاد إحسان إي وناك أسمه أو درس كو إحسان لو سميه درس كو لو ناجيه درس كو مارت وح وناك سلو سميه وحي كميتها وحيالها وقفك مسلمك وجنة وقوكو لأي كميتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عليها ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره قفك إلهي رميي ما لنت آخران رميي درس كيس إحسان إي وناك أسميه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه قفك إلهي رميي ما لنت آخران رميي قفك مرتد ما أرتيكو وما ضم قراوة أضم قراوي أهانين قفك مرتد ما أرتيك راميه قفك مرتدى سفعا أدق عليه سفعا ما رتى أسوه دويه مك ما رتى وكاتيقنا سفعا أسوه قوتي لأنه وحياله وحي كميدي وحياله دينة الله سبحانه وتعالى إلهي ونفري مبي عليه الصلاة والسلام ونوبوريه إنه كد ذان له قفك مسلم قدو سميينا وناك إحسان إيو ما رتى أجر عند الله وكيلي. ولذلك ولا ليال درسك إحسان لو سميه أما درسك ما رتى وناك أسميه وحي كميدة وحياله قفك مسلم كأوجن وكقره. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أي وحسو قورنا يا وحليه أبو هريرة رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام لا خير فيها هي من أهل النار. قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام هي من أهل الجنة. نبي عليه الصلاة والسلام حديثنا أبو هريرة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أوكورنا في أدب المفرد نبي عليه الصلاة والسلام أي وحال وشيقي إن يجرت القبر وما أرتي معروف والله قرن وقت صحابة وما أرتي تقوم الليل هبينك ما أرتي إن بضان إلهي أتكنيس أوه لا عبدنك وهبينك ما أرتي لا تليل يسرى ما أرتي سنوذة إن بضان تكنيس وتصوم النهار ما أنت ما أرتي ما أرتي صنك ما أرتي سنوين كان آد أبدا جرتي ومعنى الجور وحيات وحالها واجبات كما كي قدرته هذا مارت وحالها صننت أي رعن جرتي وحالها مارت تطوع أي قدر جرتي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أي وحال الله هي نبي إله يو وحاجر تاجورها بين كان آد أتكته أو عبادته ما أنت إله درتي أصنته ومعنى واصنك معنى تطوع هواي أو مارت وتفعل وحالها خير فربما بسمين وحبي صدقة سني معنى صدقة فربما بالإيمان ضاعف ربما بالإيمان عبادة فربما بالإيمان مركا معناه وحال لكن وحال صحابتي
وحاس فربضان أو خير أي سمعين أسون لكن هدنا وحيك الله سميسا وتؤذي جيرانها باللسانها درس كذا أي عرب كاكود إبتا لكن قبداس وح فربضان أو خير أي آد أسميسا هذين كوطن بآد أتوكتا مالنتان ويسونتا صدق فربضان بالإماتا باع فربضان إي عوادة فربضان بقبدا مارتيا سميسا لكن بالعكس درس كذا أي عرب كاكود إبتا نبي عليه الصلاة والسلام سؤال سش أي لويدي وعلى بالجودة كورن نبي إله يو فقال عليه الصلاة والسلام نبي حود صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار تاسي جودة خير ما قبته وأهل النار ويتاسي خير ما قبته مربو جيران كذا عرب كما يقول بتاعه وحا أجر أسا ما يسوح بك مجره وأهل النار وعي بمعنى حديثك وحالة قادني قفك مسلم كعملك دعاو وسمعنا يو ما أرتي يوكوك السوم معناها يو معنا يو أم لين عملك أسميي يهدنا أنت وحمان تأسمعنا يو إنه ساجن وقول قف معنا يو إمارتي يو معنا يو كتك معنا أليس إلى لي أو قف كمسلم وحالي قدوني أعماش الصالحة هذه ضاعة أسمعنا يو إنه إلى لي وحي برن لا أوك إلى لي ولذلك إلهي سبحانه وتعالى قرآن كس إنبضا وحكو عدي تدو حجر عمل صالح سمعنا يين خدنا عملك الصالح عمل حون دانا كدرائين عمل إلهي سبحانه وتعالى موكو كشركين منافقين تات إلهي حليه هاي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عمل في عمبي سمين هايين خدنا إنعك لعمل حن عمل حن أمارتي أو إلهي سبحانه وتعالى أنجعنين بسمين هايين مركا قفك مسلم كيه لا عادة أو سمين هايو وناق أو سمين هايو عبادة أو سمين هايو عبادة ذا سوحي كان اسقى من الله أم وحي كابر بولين لا اسقيل علي مركا حديث كاسوحو عدي نوي عليه الصلاة والسلام قودة اسمار تبينك وطنة تكون جرتي مالين توطنة مارتي صومي جرتي صدقة فربنا لإيمان جرتي لكن الجيران كذا عرب كل بجرتي نبي عليه الصلاة والسلام وحو عديي تاسي إنا خير لأهلهن أتو إهل النار أتوه مركا معنا وحاوهي جورو حال محي عند تيمد أد أصد قيسته أو ما أرتي عانان ما أرتي ما أرتي عانان ما أرتي لبن كما أرتي الآن قجيي أما أقد كلي يرادو أيو حال بذي أيو حال مساكين تسي جرتي وحال صدقاء فرض بأنه ولي إيمان جرتي لاعوين إعبادة فرض بأنه وحال ويسمين جرتي لكن نبكي هذا وحال وحوها درس كم درس كأي درس كذا أيوة حال لو حي درس كم يتأذ ودبته عرب كأي درس ككودي ودبتي ما كانوا عليه الصلاة والسلام حوده تاسي خير ما قبته تاسي خير ماله وأهل النار ما عليه الصلاة والسلام وحاله ويجي وحال جور وحاضر تاسر الله شنت وقت تكته هذانا صدقة سمعشته لكن درس كذا عرب أن كودي بيني أنت معنا وحي سمعين وحاله واجباتك كل حسمها تيهوري وحاله واجباتك موجودن وحيالة تطوع سلوين فربنا ويرا عن جرتي لكن تاني وعالله وحي واجك بيقود عن جرتي وحكالو اي سمين جرتي مالي عرف كذا ندرس كويكي الى عن جرتي ما يحود صلى الله عليه وسلم هي من اهل الجنة تاسي اهل الجنة واي هي من اهل الجنة قبدا سمارت صموه مارت تيشانت وقت تكون جرتي وحيالة واجباتك كود ذات جرتي درس كذا عرف كي الى عن جرتي ما يحود صلى الله عليه وسلم تاسي اهل الجنة واي مركا ذو فرصو تي هران عمل في عن بي سمين جرتي تي تنيد ما عمل في عم بس ما جرتي لكن تي هو ردف كذا وحوا درس كعرب كذا ميكيل على الجنين تنا وحوا إلى سبحانه وتعالى وحوا في جي إن عرب كذا درس كيل على صو ساس تنا جنكم مضتي تاسنا ساس ناركم مضتي مركا وحوا إني والبو أدمرك على قدوني عرب كذا إن درس كيل على صو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حليه حديث كري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره قفك إلهي رميي ما لنت آخرا رميي ني والبو درس كذا هادبن ودرس كذا دبك الهالي ودرس كذا وعمارته وحدب وكينك الهالي درس كذا احسان وسمه حديثك لحوله نبي عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه رواه المسلم ما يحوله عليه الصلاه والسلام قف 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 كاس جنه ما جلاي لا يدخل الجنه جنه ما جلاي بمعنى وها لو ودا ددك او هرو جنه غلي كمن معناه قفكا كمد من من قناي لكن ما بمعنى ما لا ودا قفكم معنا جنة ولي معنا مورسنا ما له وضع بمعنى وحاله وذا تذكر السابقين تأهروا جنة جلائين قفكم قفكم كمد ماها خردوا يحدن بيقول قوي وعيني القصة مارت القصة دقة كبعد ما قص مارت يا جنة ذلك يعني لأن تذكر مارت أهل توحيد كه ومارت مارت توحيد كله مارت وخالص وها توحيد كله سافي وها حتى الذنوب هذه وطن إله سبحانه وتعالى دين سلوك عدي قفكم مارت أهل توحيد كه إنه جنة وجلي قفكم مارت أهل توحيد كه إنه جنة وقلي أي الله سبحانه وتعالى يوعدي مركا نوي عليه الصلاة والسلام يوعدي لكن حديثك معنا وحاوي ووعيد معنا قفك وحالو قديقايا إنه قفك درس كيسا إنه أمارتي وحمان وقيسنين أي قفك لو قديقايا
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من لا يأمر جاره بوائقه. جنة ما قال أيوة قفك أن درس كيس كإلالين شركيس أن كإلالين جنة ما قرأ قفك أن درس كأن شركيس أن كإلالين قفك جنة ما قال أيوة بمعنى وحواء درس كذا وحال جرها قفك مسلم إنه شركيس كإلاليه ظلم درس كذا كإلالي وحاله عن درس كذا كإلالي وح أذين نفط على أهرب إن إلا وقسميه درس كذا لا قسمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حليه لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. جنة ما قال أيوة قفك قفك أن درس كيسة شركيسة أن كإلالين مركم حنا وحوى درس كذا شرك هذا كإلالي هذا ربط إنا جنة أقشو هذا ربط إلهي سبحانه وتعالى أدوني آخر إلهي إنه كبد وكبد بهذه وإلهي سبحانه وتعالى وكبرك أيوة درس كذا إحسان أسمه حمانة كإلالي وصيد إلهي سبحانه وتعالى وكفري نبي عليه الصلاة والسلام وكفري الإحسان إلى الجار وعدم الأذية درس كإحسان أسمه ابن كإلالي نبي عليه الصلاة والسلام حديثك الحلية حديثك معنا عائشة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نبي حرس صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نبي عليه الصلاة والسلام حلية جبريل مكزول إنه إيد دارمي درس كإنه إيد دارمي وليه ودرس كإلالية ودرس كإحسان أسمية ودرس كحمان كإلالية إلا وحود أن كمله يو إنه وحي جبريل إلى أنت وحي كسود الجيو وحي قاسو مارت فرايو إنه درس كدون أنت لحدي وصلحلي إلا أن كمله يو إني لقي دونه ودرس كدون أنت وصلحلي دونه بمعنى هو جبريل سوء أود دارم النبي عليه الصلاة والسلام درس كإني إحسان لو سميو درس كوناق لو سميو درس كحمان لقي إلاليو النبي عليه الصلاة والسلام حود جبريل مكزول إنه درس كأيد دارمي إن إحساني وناق لو سميو إلا أن كمله النبي عليه الصلاة والسلام جبريل إنه ليه دهره درس كضوء دهره معنا وحوى السيد قرأوا آن بيسكو دهلا يمبو بمعنى وحوى ما شاء وحلق فهمي معنى وحوى على عظم حق الجار في الإسلام معنى جيرانك حق مارتي مسلمين مارتي إيه مقامك كجوك مارتي إسلامك جيرانك أيا لغا فهمي معنى قيمه لي أي إيه وأهمية الإحسان إليه وعدم الإيذائه وإكرامه بمعنى هو درس كإحسان لو سميه درس كمارتي أن لدبن درس كلكراميه درس كمارتي وحالة حمانتا ليه إلاليه بمعنى وحاو حلاس أي حديثك لا يقعدنا يا وحلاس أي حديثك أي لا يقعدنا يا معنى حديثك حلاس أي نتصن أي نتصن يا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام موكزول جبريل إنه أود دارمي درس كإن إحسان لو سميه إلا النبي عليه الصلاة والسلام وكمل إنه جبريل أوليه دانه ودرس كمارتا دون أنت سمارتا قراوضة لحظة إسكو لحلان أي معنى معنى لحلايين بمعنى وحاوي الحقوطتنا يدرس كحقي سيمارتي إيه مارت وحالة مارت إسلام كمارت أوفري مسلمين تلحظة مارت حقوق ذا إسكو ليهين درس إني مارت إيه قتان أو إحسان إسكو سميان حمانتنا إسكي إلاليان إنا إسكراميان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديثك الحلية هي يا نساء المسلمات دمرك النبي عليه الصلاة أيو لها ضايا النبي عليه الصلاة والسلام دمرك أيوانين يا دمرك أيو توسيء ويوانا أجيدنا يا النبي عليه الصلاة والسلام وحليه يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها وردر دمرو بمعنى دمرك مسلمين تأهو درس كيسك معنى يوكحقرن أم يوحقرن معنى أم يوكرهبنن ولو فرصة نشات بمعنى وحاوي درس كذا معنى وحاوي إحسان أسميه إحسان كدوره هيا رابع ما بدنا ليه هدوره إحسان كذا هلا بدنا نعو سي ما أرتي حولها ما أرتي أما إذا ما أرجع دل نجي سو حالها هلا نقاب كلا دن هدوره أنت هلا بدنا ليه بمعنى شيء درس أو سمين إحسان كدوره وحي رأى هذا بمعنى درس كذا إحسان إيوانك أسميه وحير أو ما أرتي أدي أكتاب عن قيمة كجون لكن درس كإحسان أسميه سي يا إلهي أكتي سبحانه وتعالى لقيا وإنا جنة أكو قشو مركا نبي عليه الصلاة والسلام حلي هاي وروحا بحنا صدور هاي راضو وح مارت الزهيد وآد مارت قولي تانو قديه وردرس كالا وح الله وحي وناك إحسان وناك أو أصمين كرتو أصمين. ولذلك وحلي هاي الحافظ من حجر رحمه الله تعالى بمعنى وحلي حديثك وحا لو هذا درس كالا مارت إنا وح أهديسو وح أهدينا صدور هان نقض وح مارت عن انتفاع فربضا آن لهين ومارت وح سكي سخ ير معناها أعضو لكن درس كالا وح الله وحي وناك إحسان أو صمين كرت أو سميوي بمعنى وحاوي وحاير إحسان أو سميسي يا عند الله ما ارتوح بنكون نغاني. ولذلك إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسوح ليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى الله وحي وناك دوري وحي كسير أو وناك يا خير أو سميسي إلهي أكتب ويكون قرآن تواهلي مركا وحاوي درس كذا وح الله وحي إحسان إي وناك أو سمين كرت وحا أما هيرا وحي يسير هذا
أما وحوينها أهابي أدي درس كذا الله وحي إحسان أنت أود هذا مارتي أوده أسمع حمان تنا درس كذا كإلالي حمان درس كذا كإلالي معنا حديثك معنا وحقلوك عدينا يا وحلي إذا مارتي درس إني خير لو سميه إيه وحالها مارتي سو جيد كرو جعلك أي مارتي إيه وناقي برك إحسانك لأن درس كحالها مارتي هدية ده أم وحالها لسكو هدية يو أم مارتي وناقي إحسانك درس كسكو مارتي مسلمين تدرس كسكو سميان وحكمتها وحالة مارتي جعلك يا مارتي إيه تراحم كمارتي إيه مودد مارتي إيه بريك وحالة سجيد أي كمتها ومارتي مسلمين تأما درس كيسكو جعلانين أي كمتها مارتي هدية ذا إيه إحسانك وحالة وناك مارتي درس كمارتي رحضة ذا إيسكو سميان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديثك الحلية أي وصصر الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام حلية حقوده يا أبا ذر يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك وحود أنه عليه أبي ذر حقوده رضي الله عنه وأرضاه أبا ذر مكا مارت مرق أمارت سوغا أمارت أكرسانا سو محانا وحاوة بيها بابي سوغا أكرسانا سو بيها بابي درس كذا محانا وحاوة وحكا جارسي بمعنى وحاوة أدي إدا وحا كرسانا سو وحيرو أدي كوكا وريونقون وحا أكرسانا سو بابي وحاليه وجيرانك هذه أما درس كذا كو مارت كودو إن وح إيه مارت إيه عنا إيه هالسنين وحاليه ودرس كذا إن مارت رشين هالسنين لكن كوسار يا مارت سوق إيه هالسنين مرك وحواي مرق مكا كرسناسو أما رشين أكسناسو أما هو الله وح مارت عدا قوضناسو درس كذا نوجو أو درس كذا إلوبين حديث خاص وقت سنايا ولذلك نبي عليه سلام حكولي أبا ذر أبا ذر وما مارت مكا مرق أما سوق إذا أكسناسو أما إدامك مرق ما مارت أما بيها بادي جيران كذا نها إلوين أو درس كذا وحقسي لأنه هي كمتها الإحسان إلى الجار أي كمتها درس كونا لسمي أي كمتها مرقى مارتي درس كأو جيسو شان تاكرس مارتي ودرس كذا أو جيسو راشين كمارتي درس كذا لو جيو بيو درس كلو جيو بر مارتي درس كأسيسو أي إحسان درس كأوسميسو بمعنى وحوي الله سبحانه وتعالى وكا ثواب أجرنا وكيلي وحاله هي كمتها مارتي جنة الوجر أي كمتها marka hadiidkaas wuxuu ku tusinayaa muslimiinta maartay in dariskooda ogaadaan dariska ihsaan loo sameeyo qofka muslimka waa inuu noqonin qof naftiisa kale xaq ka warmo inuu noqonin waa inuu noqdo qof muslimiinta kale ogsoon u danqani xaaladooda la socdo maartay u nixi karaameyni ihsaani wanaag u sameeyin walidaalika noo salaam waa ki hadiidka uu aha oo u laha muslimiinta waxa uu nafci badan kan maartay muslimiinta dhaxdooda maartay nafci maartay u geysani maartay dhaxdooda nafciga maartay muku maartay uu noqdo naf mutaaddi oo maartay walaalahaada kale muslimiinta kale waxa u darto ama dacwa ahaato ama wax kale ahaado khayr ahaado ama cilmi abarta ahaado ama maartay wax kale maartay xoola aasiisa ahaado ay ihsaan ama wanaag ama samafal aw samaysa dadka kale ayaa maxana waxa ka fiican tahay waxa naftaada kaliyad maartay maxana ku gaariyeertay waxa ka fiican waxa maartay nafciga maartay mutaaddiga oo walaalahaad iyo dadka muslimiinta u sameeyeen marka dumarka ama rag ama dariska waxa loo baahan yahay dariska kale waa in la ogaado waxa karsani dariskaada ka warqab waxa la yahay waxaan qofka jiiraanka ku leh inuu dab u shidanin adina waxa laga yahay in maartay dac qurun aw dhamaanaso ama raashinka la kariyay in banaanka lagu daadin arigi xoolo isku iska cunayaan dariskaada kula deganna waxa laga yahay waxaan caruurtiisa ama in bilcaanti ama ragi ama maartay ciyaalka in dab loo shidan adina aad dhawsan tahay qadadi maartay duurka aad karsatay tukar aadinka akarsani oo cuswan maartay salaadi tukar cuswan akarsani dariskaadana gaajo u dhamaanayo marka diinta ama islaamada qofku u sheeganayo aan intee jirtaa ahadiisana waxa ku faraasa war dariskaada inaa ogaato qofka muslimka dariskiisa ogsoon dariska ihsaan u sameeyni qofkaas qalbigiisa iimaan baa ku jira qofka maartay dariskiisa ka warqabi qofka dariska u danqani qofka dariska xaaladooda ogaani waa qof qalbigiisa iimaan uu ka buuxay laakiin qofka dariskiisa iska ilowo oo dan aan ka galin ihsaan aan u sameeynin waa qof iimaankiisa uu naaqis u yahay walidaalika nabi sallallahu alayhi wasallam hadiiska waxa uu leeyahay beedar uu ku leeyahay maraq ama ka karsani biyaha u badi dariskaada wax ka sii walidaalika muslimiinta waxa laga doonayaa maartay ihsaanka jiiraanka inay ku dadaalaan nabi cali sallallahu alayhi aisha radiyallahu anha ayaa nabi cali sallallahu alayhi waxa weydiisay waxa tan ilaahayow inna li jaarayn law daris baan leeyahay marka waxa way fa ila ayyihima uhdiya مادام لو درس ايان ليهي متكي وح انسيني ما يحول صلى الله عليه وسلم الى اقربهما منك بابا كان الباب اهن كوغو صدو كاوحسي ولذلك علماء وحي ليهين
أفرتن درس معنا قرار كذا مد يبدا حر يقدال هذا أفرتن أقل قرار كذا أيهين أفرتن كأقل معنا وحاول درس بكليهين معنا وحاول معنا يعلديك لو حجيران إله معنا وحلديك لو حسجيران إله قالوا عليه هذا أفرتن درس درفه هذا أيهين حر يبدا مد يقدال أيهين أفرتن قري كواس أي درس كله لكن عمر وحليين وحاس درس أما مارة الجيران هان وحو نقان عرفيه وحي ددك أبو يقانا إنو الجيران ويا واجيران عرفيه يدقان كي مارة ددك أي نقاني مركا عائشة رضي الله عنه نوي عليه الصلاة والسلام أيوه يجزو عدا نوي إلهي لو الجيران بانيه هاي متكي وح أنسيه أو وح أهديه نوي حوري صلى الله عليه وسلم كان أذي باق الباب أنكو وغسدو كاسي هرتك بلاو كاوات وحسيه كاد وح أسيس كوا كلنا دواء مارة أود أو هسونا إيه كنسيه لكن هذا waxa kuugu dhaw kan maarta albaab aan kuugu soo dhaw oo shanqartaada maqli qudaarta aad karsanaaso shaaha karsanaaso maraqa karsanaaso wixii ku dhisan qartaada la socdo kaas baa albaab aan kuugu soo dhawe kaas ka bilaaw dhanay Cali sallallahu alayhi wasallam maka waraaliyal dariska waxa loo baahan yahay in ihsaan wanaag badan loo sameeyo dariska waxa loo baahan yahay in laga ilaaliyo dib in laga ilaaliyo walidalika qofka muslimka law shay baa la raa inuu ku dadaalo dariska law shay baa la inuu ku dadaalo al ihsaan ila al jaar وعدم الأذية به درس إحسان أي إحسان أو سمين كرتون أما فعل هذا أما قول هذا أسمه والله وحي وناد أما أفكشك هذا الوناك سن أما فعل أكشكتي وإحسان إلى الجاروي تنلواد وحاوي عدم الأذية به درس كذا دبكي إلى علي دبكي أصلا فعل ونقن كرا قول ونقن كرا أفكاد مارد درس أكدبته عاي درس أعيسو أفلقادة درس أقوب وغضو معنا وحاوي وحالة مارتة قول أفكا لغا شاكوي درس كذا كي إلال فعل بين قون كرتا درس كذا مارتة إنا مارتة وحالة مارتة فعلان مارتة قولي هرتيس أقشن مارتة أو دكتو أما إذا عاد أخد دارتو أما مارتة وحالة مارتة إزعاج كيني أو درس كذا مارتة أور ربين وإنا كي إلالسو أي أذيه أو مارتة دينت إكار ربتي درس كذا كي إلال أي إحسان أو دينت إكفرت الغول درس كذا أسمه أسمه لو هذا شيء بقى أوين بو هذا مقصد حقوق الجار ولو هذا شيء بقى أوين الإحسان إليهما درس كوي الله وحي وناك أو تبرت على إيه أبود أسمه أذيه إسكي العار درس كان هاد ابن بس لو عشان بدين تكارب تاون وحي الله وحي وناك وحي الله وحي وناك أو ما أرتي أم لي إن درس كأو تركته أتر وحي الله دمان وحي الله وحي حمانه لنا دين تكارب تاون درس كي العار ولذلك علماء الإسلام رحمهم الله تعالى درس كصدح قيب وقيبين درس كوصدح قيبات درس وحاجر صدح قوله درس وحاجرة الله وحقوله درس وحاجرة هل حقوله دينتا درس كواقعي بسي حقوق الجار وثلاثة واي صدح واي وحاجرة درس صدح حقوله صدح بوكوله صدح الحق إنا قدته واجب كوتا درسنا الله حق بوكوله إنا قدته واجب كوتا درسنا هل حق بوكوله إنا قدته واجب كوتا كان صدح حقوله وحواي والجار المسلم القريب له وقفك مسلم كه هذان قراوة آتيين هذان الجيران آتيين سد حق بوكولي حق الجار بوكولي حق درسك حق الإسلام بوكولي حق القرابة بوكولي سد حق حق إنا قلت وعلى قراوة وقفك مارتي أقراوتيين جيران باتيين هذان هو مسلم سد حق بوكولي حق الجار وعلى قراوة إنا قلته حق الإسلام إنا قلت وعلى قراوة حق القرابة حق قراوة إنا قلت وعلى قراوة كاسي حوكولي سد حق بوكولي كون الحكومة لو حق بوكولي وانك جارك وكله وادنا مسلم كه لكن قرابة متينه حق الجيران كان وكولي حق الإسلام وكولي جيران باتين لكن معنا وحق قرابة نيد حسن ماله لو حق بوكولي حق الجيران كان وعلى جاره حق قرابة وعلى جاره وين أقول تعالى جاره كون هل حق بوكولي وانك قال كه ودرس كله هل حق بوكولي قرابة متينه مسلم ما هو لكن درس بوكولية حق وكولية معاوي حق الجار حق درس كوكولية إنه قوته أيها لغارها مركا جيرانك هو صدح العقل صدح لها مرأة في سنة قف صدح حق بوكولية هاي كون لو حق بوكولية هاي كون هل حق بوكولية هاي قف كمسلم كأه هدانا درس كله هدانا قراوة آتيين صدح حق بوكولية هاي صدح لها حق إنه قوته أي دين تكفرتي قف كمسلم كأه أو درس كله لكن قراوة إنه أهان لو حق بوكولي هاي حق الجار نوا كولي هاي حق الإسلام نوا كولي هاي إنا قلتو وعلى غار هوا كنا وانين قال أقرب إنا هن
حق الجار أيو كولي هاي إنا قلته على جاربا مركها درس كاسد هذا حق يوليه ولا ليال ما دام الدينتين أنا فرتي إنا مارتي درس كان حسان وسمينه درس كمارتي وح على وح منعم وسمينه أذين ما أنت مك أسفيرسه نول بو مارتي نفتيس واجرني بل الإنسان على نفسه بصيرة نول بو نفتيس إسا جرني أذين ما أنت نول هبلاي لغدها ما هي لغدها درس كذا شيء سكتين لأن قف مسلم أما قف ما أنت نول أدون كن جوه أو درس آن لهن ما بتجرو قف درس آن لهن ونادر نول بو أو دجن أدون كن نول أو جوه درس مبولي هاي أما درس كقلاوها على مسلم هذا أما كوكلا مارتي مارتي قال هذا قف والبو أو نول درس مبولي هاي أدي درس كذا شيء سكتين بل أدي دب سكون غنفت هذا أدي بنفت هذا بل قال يبو قاده درس كذا شيء كتها أدي درس كذا شيء كتها نول بو زجرن درس كذا مكوفي عنتاي مسوا كونتاي هذا أقصون تاي درس كأنا كوفي عنتاي خير إيوانك بقصع تاي أبشر بالخير خير بشاري سو عند الله أرين في عن بقصع تاي سيبت هانا كداري هذا درس كذا أوفي عنتاي وحلو قتبي دونا ما أنت آدم تو يا درك درس كلها ما أنت سأيو ما أنتي وناك هذا صبيح دونا ما أنت سألو قتبي مركي ميت كذا قولي هذا لقى بيجيو مركي سألو قتبي هذا إيه تقف درس في عن هذا قف عن أهدنا ما أنت آدم تالو وفيرني مركا وحاوي أدي يدرس سيسكتين خاصة دمر كواي وحالك هذا هو دمر كواي دمر كدرس كاس سيسكت هذه سيسكتها معنى أنت لما تو هذا في عناد ضدك ما أرتى درس كلها أنت ما أرتى إيك نوليين إلهي بيكبر يعني إلهي بيكوس ودعين يعني إن إلهي جنة يخال إلهي يكسيه لأن الدون كان باكو في عناد ما كانت لما تنا إلهي سبحانه وتعالى يا إيك أكتك تي أحسن أصلا أيكوس ودعينين، ها نول بو بارت ما أنتوا أنت أيها التبي، هبلاي وفي عناد، يهبلاي وحمد، هذا في عناد، خير ونقب قصع طاية، إلهي سبحانه وتعالى أنا قلبي وناجسه، إحسان كاس أصمينا سقصص أنا كدالين، هذا أقصون تاي درس كذا أنا كون تاي، أو أتوقف إبرا، أو درس كيس إبايو، أنت ولي نفط إيكابين، إلهي أطوبت كين، درس كذا أنا عفس كبلب، إحساني ونقب أصمه. مرد ما ندرس كذا هادين درس كذا أنت نفس الكابين درس كذا عفس كضرب مرد ما نحمان درس كي الالي ويعلى وحي وناك أصلين كرتن أصله إز ده وقوق صمالي وحتى هذا أنا دادين أنا داتين معلي معله وحليه مال قبتيلين أنت دم بقوق بمعنى وحوي أذ إز ده وقوق أذا درس كذا أكو حمد ولي نفس الكابين نفس معنا ويكوجرتا دواش أكو صعتا هذا تبقى قادنا تطنو مارت واسيداي نيسا درس كذا إحسان وسمعت وحي همان أقسم يسي يدب أقسم يسنا عفز كدرب انت نفت يكوجرتو مال ما انت أهين يا كش الله انت هذا درس كذا أدب يسي أنا كتب بتكلم درس كذا عفز أوي جسنين وحيالا أخري أوين أبرز الحقوق الجارة في الإسلام وحيالا أوين حقوقه إسلام كدرس كلاره إن له سميه هذا حديث ربما صمرني ونوي عليه ثلاثة ونو بورين أيوه درس كأني إحسان لو سميه درس كأني وناق لو سميه درس كأني حمال لقى إلالي أحاديث أن صامرني كل لو شيء ما كشكين عين درس كإحسان لو سميه يدرس كحمال لقى إلالي أحاديث أنت ما كشكين يس وحكله أحاديث إيش هيك ماله ودرس كإحسان لو سميه يدرس كحمال لقى إلالي أحاديث قصاع رورين حقوق الجنة لو شيء ببدي وبدين يكشكين ودرس كإحسان لو سميه وناق درس كحمان لقى إلاليه وهذا هو المحاوي على سبيل المثال حقوق ضرر ودرس إسكوليين وحاكميه ومسلمين تردنا أمارت لحظة إسكوليين هدنا بالأخص درس إسكوليين السلام عليه درس كحرره إن إس سلامان إس بوقبان ولذلك وحالة درس وحالة غريبة مغري وحالة لوضع نقعد جيرانك إيه ولي يقول دور بلوت ولي سلامتم إسكا قادم بمغري لوضع ماما أما لوضع قف دور بلوت اسم سلامانا مغري معيسكو سلامين محاكا دحيا تنوى سينب تنوى خديجة محاكا دحيا وها مقلي لوذن قبوت أما لوذن مامو دور البلوت أما السنة ولي سلامة إسلام ويسكا قادن اسم فيرنا ينو محاكا دحيا هذا ويجي سأر أترال محاني دحيا وح أي شيء قاين مال برل وحا لقيا وحيالا مارد الدين تأير ربتي إنه اسكو حقديين حسد نماء أما حقدي أما وحالا كريد دمرك وحالا بذي إلا من رحم الله دمرك وحالا يا أخوان وأرك لو قف الأولي لو قف أنت وصبرت أنت وصنع
salaanta islaamka iska ma qaadanow wadada iska horunaanayeen nabada isma dhahayno waa daris hata saas kuma fiirnaayno tan albaab ka hoos ka soo xiran tan albaab hoos ka soo xiran shab iyo shab warbari ma ka dhimato qofka dariska ku dhaqay la masalan isidee adiga bari ya ku dhaqdo ana ma fal doona ma ka dhimato ya ku dhaqay qofka dariska ku dhaqay la bari oo ma arti meedka meesh ka bixin la oo kafanda ku duubay la maanta masalan isidee bari ma ka dhimato ya ku dhaqdo ana ma fal doonta اخواني في الله وحاله وحاوى غريب بدين تنا مقلي وحاله وقا قريب عليا ودك اسمين عين والمسلمين دو حاله دون الدين انت فاهمه دين الى يسد بان قادنا ادخلوا في السلم كافه الى حلي والاسلام قد ضد بقاته اسلام قد سفي عن اسلام قوا دقن اسلام قد دين دقن كاد بدلي اسلام كقابك اصعني قابك اول لبسته قابك تعامل كادي اخلاق دادي اسلام قوا دين دقن ودين دقن كاد كم قان اسلام نادا marka waxa waxa la xuquuqda dariska iskuuleen waxa kamide in ay salaaman waagmo ku bariyo ama arta isku hormaatin assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum dariska waxa la in salaama raba isbuuqda la raba dadba man salaamin inta ku qoran diinta wa diintas wa qad qatar wa arinta iska ilaaliya waxa kamide al ihtiram dariska waxa la baahan in ay is ihtiraamaan dariska waxa raba in ay is ihtiraamaan wa arki ilmi yar qofkan gar dariskan kale قفنا مع ماذا كوين واحترامين ها هذا اللي حن وخطوري اري حن وخطوري سحن اول هذه احترام بالروا درس انا استحترام يا درس كو حرام انا استحترام بالروا احترام دين تين معنا احترام بين فراسه كان ير كوين انه احترام الروا دوي دير مع ماذا وين وين احترام تال الروا ويلك ير وين دقه احترام الروا احترام انا ما عندي احترام كان قد ما دو استحترام مالك ها وعارك قف ما مو وين او تاغن المير والتونجير وكيتو كفر ما بين بتاعن احترام ماله دينتين وحالة وحكمية للحقوق والسكولية هاي إن لس احترامه ولذلك الناس أنا حودي أنا دينتين أما دينتين دي كمد مها أما السنة دي كمد مها قف كان احترام من قف كوين كان يرنا أون حريصين قف كوين احترام بقول بهن جاي درس كوحالو بهن إن لس احترامان درس كذا احترام وقف ورا الكذا وقف مسلمة ما هو احترامين ما كحقوق للسكولية وحكمية إن درسك استحتراماً وحكمده بلاقة الوجه عند لقائه درسك على الروا قف مكان دمرك أمرك إيه وده إسكاري مابان إن وجه الوسكوف فرا الروا ولذلك حضرنا صلى الله عليه وسلم وجهك الوسكوف فرا حكمتها وصدق قوي ها وجهك الوسكوف فرا بشاشة الوجه وصدق قوي أجر راسين مركب وحاول يقف ولا لك وده إسكاري مابو أما قف دمر أهذا أمرك أهذا وعلى الروا إن وجه الوسكوف فرا وعارك لو وقف مكودي كارم هذا سلام اسكت عافية وجهه كذودي آه قطر وي وحص وحليرة وجمع وجمع بوس ما في عنا اسكت العالي طلاقة الوجه صدقة أجر بالوهلة قف ولا لك مكود ذلك كارم هذا وجهه أفر سفعا أنت عير وجهه أفر تيا عند الله أجر صدقة أك أكيد طلاقة الوجه عند لقائه مكود كارم هذا وجهه أفر سفعا أمر عبء سفعا أسلام وحقوق إسكوليهن درس كحقوق هذانا وحقوق عام مسلمين إسكوليهن واي ولذلك وحور النبي صلى الله عليه وسلم وحالا آخر زينك وحكمده صلانته وحين نقنته انت قفك مسلم قفك آقران كل حينها صلانته كان آقران يلين وآسلامين بو وحكمته وحالا قيامته معنا ساعد قيام إني سؤال باتي قفك آقران با سلامي قفك هذا آقرانين شب مو سلامي سوى دين تنمي حقولات وحور النبي عليه الصلاة والسلام ومني شيقة وحد دا سميسين آس جعلاني سين سواه نبيه نوشك وارم ناي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أفشوا السلامة بينكم ودحدنا سلام تفافيا سلام تلفها في حكمتها وحالها مودة هي محبة سوي جدا كمتها المسلمين تسكوج على ناين لكن هذا وقف وضاق عارم هذا مع إبلام مسلمين ما يهم زمها مو سلام يا بنا كلام أسي جيزن بو شوف خطر واي يا كود هذا عابري زين كلا سلام حديثك أقوليه قف الله قف مسلم كارم السلام بروده سلام عليكم ما بيع مياه العقم مياه لكن عند الله أجر باكهري أجر بالوقري إلى يعمر القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلام أنتم مسلمين تلاحظوا إيه فافيان وحكمته وحالها خيرك الوهد وحالها جعلك سجيته وحالها ذكر اسكو جعلان بحكمتها مركب وحاوي ولاك هذا وضعك هارو مع السلام وجيغا أفر وحقوق بمارت يدك اسكو لهم واي وحاكم إذ عيادته في المرضى ومشاركته في الفرح وتهنئته قفك ولا لك هذا الدرس كدو جرده صابقه ما مدى درس كالاوي وحنوسن وعليه هذه الشمبيرات ما مدى إن استركوا جوته ولي قادنا أو دقاقا
شم بلوت إن استال إيه ده حتى له هذا نبلاه ما قلت وافيه وداي وتدقلينا سا عن جريد باصدي شاء توتوس عبسا ما بين شم بلوت أي استال ده فريدة وليه ما بوقنين أنت وحالة وحينا درس أي أي درس درس عماك درس كرتها سمالنا سمالي وحالي أتقن أما ماما لكن ماما صح مهو وحس سمالي واسم بقى واسم حواشا مؤي اسم بقطة وحس أتقن في عمهو ها وحكم إذا وحالة حقوق ذا درس كيس كلهين قفك دوجر صابقة وحنس سماه صابقة بقى شذا يصعد كأوسعة يمارتي يب أو تكتي إلهي أجر بروكوزيني قفك أو تكتنا وحوتا قلبي وناك أوتا ها قف من تصاد صابقته ومرت إلى هي أصاب برضه قلبي جيس وناك يا خير بقدي يا فرح قف العز كده العين بإنه إن شاء الله بوكسين يسكر العين ها هذا أنت أوت أتلا لا بأس طهور إن شاء الله ودم داف إن شاء الله وبوكسني أنت كلها قلبي جيس مرت خير وكفرح ها لكن قف كدرس بقوليها وعروض قف كهبلاء وحنسن تاي شم بلو استار تالا أدنى ولي جا ما أود قاقن حتى تلفون ورسالة مريسة أنت نوحال هذا أنا هبلاء حيا جيران والإلهي أكتيس هدوس على مكلويد الأردن هبلاي محقوس بوقماس إلهي أكتيم حكي جواب محاليه قف إبلاي محاليه واحد نصتين هبل واحد نصتين ما صابقا محاليه حتى هذا أود أوهنين أما التور أوهنين أنا صابقته تلفون تلفون كبوق مركب وحاول حالة حقوق وعاكمده قف هدو جهد أنا صابقته وعاكمده مشاركته في الفرح وتانياته أما إلهي مارتي وحاله حتى مارتي درس مارتي وحاله قصة وكرة وفرحه مثلا الموقع شان ركلي وأنه مارتي أنا مارتي فرح لقبسته مثلا مارتي درس كو أرستو يوم الفرح وأنا فرح لقبسته درس مارتي إلمي مارتي يا تعلمتي آخر سكو بوجين أو كباسن وفرح وأنا لقبسته الروات وحقوق الجيران كيس كلهن المسلمين كيس كلهن وعاكمدة التجاوز عن زلاتي درس كو حالة خلط باكر عكرة وحالة درس كو أخطاء كده عي أسير راعي سكده عفي بنان كمر درس كار وحالة أخطاء لأن قف بين آدم وبشر صمو كل من آدم خطا وخير الخطائين التوبون النبي صلى الله عليه وسلم بني آدم كون واقفه لكن تذكر وحاله وحاخر بدن كومك قفان إلى يوصلون قناعين مرك وحوي التجاوز عن زلتي درسك وحاله مارت الزلذ أما خطا أما قفك كدعه وحبها سيد وراعي اسكعفي لأنه هو بشر وبني آدم صمالي حتى هذا أفي إلكاه يا اسكده يا اسقمان ما أنت ما عرب لك واسقنيني عرب إلكاه عرب ما قال علزت وعندما لك عرب كل يجاي واسقني أنت مركب وحوي بني آدم هو بشر وهو ضعيف معناه وحوي أخطاء يقف بكرعي درس كذا قف كذا عي إسكعاف يا سيد وراعي وحبه هسي مارت هسي فاقن وآير إله سبحانه وتعالى ترى صاروا أتك وانكع فيه ولا لو ولا ليه رال لوده وحبه هسي دوراعي وحكم إذا قضوا البصر عن محارمه درس كسكده وحر وأرق قال إن عدتك أكل لوده إن ده أكل لوده وعليه درس يديه إن أما درس كما درس يديه إن سكده وين إن ده هذا ما له كوسي تاين درس كما له درس ده مارت إن ده كإلاري معناه وحوي قضوا البصر السيد أما درس أنا قطع أما بنان جوك أما جوري كجر غضوا البصر الدين تنا يا نفرت إن إندها الله إلى يمد القرآن سبحانه وتعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يقضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ما كأرجو لله معنا وحوى يجريها خاصكم هو هذا وضوء ما كصعته لمرة إن إندها تلا مرة إندها ما أنت إندها انت فيري انت فيري لمرة إندها هو سادي رجوا حروا إني إنه سادي دمرك إندها هي تاجن خلاص صارنا في صاروا يغضضنا من أبصار من أبصارنا رجعنا معلى يغض من أبصارهم ها أرجع إن الله خدنا الدرس خدنا وكسي جراو درس خدنا حقوق ذو الحكم ده إني مارت الدرس إذا مارت أهان قال خليك تاجن أو أم أنا نصف في غيرن وحاليا مارت قريه ده حوضه مارت واسك عوراوي قريه ده حوضه عورات الله ما كان لمرة مارت إني ما درس كذا مارت عوردي أصير رعوة أما أصير فرصته دين وكحرم توي سكيل على وعي وحكم ده مارت وعظوا بالمعروف ودعوا له درسك انا وانيسو هذا درسك اكو ارتو حاله مارتي مع سو سمينايو مارت وناك فر حمانت انا كرب هكا مسن انا درسك ما انت مارت مع سو سمينايو ماشي قمر لو عبايو زين لو سمينايو نعوذ بالله ماشي مارت قاد ابراهيم لو سمينايو ماشي لو سمينايو اللي وات ماشي قمر ابراهيم لو عبايو ادنا اسك فيرسنا سلام اقرا درسك واني دينتين لان دينتين وانا نصيحه ما يقول سلطان حوده الدين النصيحه قل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم دين دين ونصيحة إلهي يا رسول كيسا يا كتابك
iyo maarta muslimiinta maanta ay madooda iyo caamada muslimiin marka diintan waa diin nasiixa way qofka dariska hada maarta akhta iyo macaasi dambi aku aragto haka ah muslim xumaantana karab wanaagana far una ducee ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu soo hanuuniyo ilaahay inuu soo hanuuniyo oo xumaanta ilaahay uu ka soo laawo xaqqa ilaahay uu ku soo hanuuniyo u ducee marka wuxuu ku leeyahay wacdu bil ma'ruf wa du'a lahu والرفق به والتستر عليه إذا ظهر منه معصية وما شابه مكا وحاول درس كهذا هذا حمان أكو أرتوس ترتيب وعدي أدمري وهي هناك فرق لأن دك ما أنت دك كود ما أنت علماء واي ضمرك علماء واي رجع علماء واي مكا وحال رفع الدعوة ذا ما أرتم يلا هنأكل المساجد خاص كل موت حتى حافظها دحوا يا الله إن الدعوة لقبل الله هذا أرتوس إسلام أن تكنين أشك ما تكد صلاة إلهك عف صوت إله وتبت كنده هذا أرتوس إسلام ما أرتي قولي أحد كقيدي قاتك كرب هدارت إسلام قولي لحدي قمرك وعبي قمر بكرب هدارت إسلام ما أرد حمان سمين حمان تكر هذا لأن الدعوة محل الرواه في أي مكان قف وين هو دعوة كواله لكن بلاه نأكل إياه مساجدها أنت دعوة خاصكم هو دعوة نو البو حرة ما يسوي جوين دعوة كواله إنه دعوة ما أرد كبل الله وكفى في الله رواه مركب دمر كما ما درس كحقوق وسكولي وحكم ده ما أرد إن اسم إن اسم عديان وحي حمان تذكر روان وحي ما أرد وناك يبرق اسكو كالمستان إلى نصوص القرآن نفري وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إلى الحليه وناد يبرك إحسان كسكوك المياه وحالا ما أرتي إثمي ما أرتي عدوانك وحالا حنا إسكيل هالي وحالا أسكوك المياه سنين مركا ما أرتي التعاون على البر والإحسان دينتنا الفرسة مركا درس حقوق وحاكمة إن إسوانيان حمان تمارت إسكر هوان إسكو دعيان ها إلهي إسكو بريان وحاكمة والتسطر عليه إذا ضار منه معصية درس كهذا واحد أكو أرتو عيب أما حمان أكو أرتو درس عيبي سقري dariska la maartay wax ceeb ku aratay dariska la wax aqba ku aratay dariska la maartay wax la macaasi ku aratay macaasida dariska aad ku aratay hafaafinin hafaafinin una saha aar una abqari waxa la yahay ceeb qaritaankaas ina siixada uu sameeyay inuu ka toobadkeeno mar dambe uu noqon laakin ceebisa da si faafiso ibraahim ma saasay sameeyay hebel ma saasay sameeyay mar maartay idaacada iyo maartay tawasul ijtimaaci maartay waxa la maartay baraha bulshada ka faafiso ishaay wax faa'iido ka helmay laakin dariska waxa laga rawaa waxa la xumaanta macaasida ku artay ogana staxay kareb hadana astur ceebisa qari ah walidaa ku akeenay satara ula man satara musliman satarahu allah fi dunya wal akhirah qofka muslim ceebisa qofka astura qofka sana ilaahay ceebiya dunya akhira asturi qofka walaalka ceeb aa ku aragtay astur ceebi waxba aan sheegin una nastaxay xumaanta oo kareb oo maxana oo nastaxay war ilaahay ka cabsow war aakhira ka dambaysa war qabriga ka dambeeya ma hibla waxan iska ilaali ma toobadkeen ma aakhirada u cabso na ilaahay u soo noqo wacdi ceebaha aku artan banaanka ka keen qari kelimada waxa la kelimada ka waxa u sheegtay inay qalbi inta oo dhagto ilaahay sababta uu ku saanuuniyo ee wixii maanta ka hartaa yaa marka wax xuquuqda dariska isku leeyin bay kamid tahay waxa la ceebaha maarta ama khataada qof dariska uu ka dhaco ama macaasida banaanka yaa la keenin قفك على عب قريو أنا لو نستحيو أنا لو نستحيو وعكمل ده إطعام الجار وتقديم الهدية له درس مارتي إني مارتي وحالة عمتد مارتي لزيو إيه مارتي وإسكو هديين درس كأي واحد وهدية ولذلك ما ينفرس الله عليه وسلم تهادو تحابو واحد إسكو هدية وإس جعلان يسينه هدية لو حكمتها وحالة مارتي دخل مسلمين إسكو جعلان ما أنت أضو مارتي يا ذا قف وراشة هدية أو كنت إذا كو أجن ولي جايكم إلا ويسو ها هدية وحكمتها وحالها جعلك سوجي ذا كمتها إيه وناجا كمتها مركا ولذلك درسك على قدوني مارت وعسكو هديان عنتنا مارت إسوسيان درسك على دادي رشين كنا أنت وحسي هذا حولك كنا أنت وحسي والله وحي مارت أو كنا أنت سي لأن إله سبحانه وتعالى دونك وامتحان واي ذلك درس كان وارسكو امتحان قف عليه ودرس كحوله إنه قوة رشين واسطة لعب وليه هاي وحربه ونورس ما شاء الله بقولك بقول درس إنه حاله إنه رش إنه عريضي أو وحبوها سنين أذن إلهي وحكسي أو مر إلهي إنه أذ وجعله كليا كنا وجعلان وامتحان وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ها مركب حاول وحرا إنه سكوس مرة يسقط الغاتو وهو امتحان وابتلاء مركب حاله بهن إحسان يوالك إنه سكوس مية له بهنيه مركب درس كذا عن تقص مية خير قص مية إحسان قص مية هدية قص مية عن تسي وحقوق درس كليه أيك متى وحكم ذا زيارته وتفقد أحواله والمسؤول عنه وحكم ذا درس كذا مع أحواله سئنا رادسه والما سيكون بردان وسيكون رجشين والحالدين كورما والنورش نساتا والما في عنتين والعروت سيين والمحاستين والواس إن اللي سكور قوة
ولذلك وحجر ان دمر فرض وانا ما شاء الله ايه او ارماس مالتي اد او في عن باجرا او معروف مقال القارس القراني او مسلمين تحواش اد او رصعدان الى سبحانه وتعالى خير الله سيو مركه وحالا مسلمين تا مدرس حقوق وسلم عقمده زيارته وتفقد احوالي ان مارت درس كاحواشي سي حالده سمارت لس ورايستو سيين ويا حنوسن مدد ما قاجسن واسده روبك حالي مدد با غوري كسو دمي ومدد با حالي بي قادين مدد با حالي اري يا حولي ور محلاي بي قادين واني حالده لس اوغالا لربا لكن شوف اني با دربي حرت دك بنان كان لا نار بان كزورتي ما حسن قري ما سوير روب ما دايا اشق بس درس كان حالي وحالي اني اري بي قادين ilmihna qarkood ay leeyahay inay marii biye ka qaadeen raashinka biye ay ka qaadeen adina maartay gaari bashaar guri uu ku dhaxyalo dariskaada waxa shubo marka bixina gaari darsida xirani dab ar adana ar baa soo gari weyna ihsaan ihsaan kale la daris isku sameeyay aw intu aade marka waxa kamid waxa ala muslimiinta dariska waxa kamid isku leeyeen waxa kamid maartay xaalis dariska ahwaashiisa xaalis waa in la socoto يا قاجسن وعليه وانا علي واقمك بري او ماتو درسك هذا قف على ميد او انتو ادي ور وينبو اه ورهبلاي اوي هبلاي ور ماتو شري الحواله ادنا ور مازي درس بلاتا هبلاي شري ماتو شري الحواله الى هنا حريستو ادنا درس بلاتا مو اكت حردت مركه وها واي درسك مهم واي ولا ليال حقوق الجار شيء قطر واي دت مسلمين تمام انتو بدلنا الا من رحم الله ويك جاوبين هذا كي قاعدين نقاقد مو قانا وعليه حقوق الجار مو قرنا ينو وردرس كحقوقه إلى عليها والنيو والبو درس كذا إحسان أسماء ودرس كذا لبك إلى علي درس كذا لبك إلى علي مكمل العيال وحاله وين مارت درس كله هو مارت إن له سميه وحاله سأيا كمده مركب وحواء إله سبحانه وتعالى نيو والبو إله إن تاتر رسالنا إله أن كان ما يسمى ورني والبو هاد بسكو قبوا آه درس كذا أليس إسكتين درس كذا حالة دي واسدة أفكار الدرس مكيل أرسي فعلك هذا الدرس مكيل أرسي ولذلك وحور النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم كحقيقي حوي كان مسلمين تكيل إلا هو شيء عرب كيس أيه إيه أدين كيس ما كوالا ليال عرب كذا المسلمين تكيل علي أدين كذا المسلمين تكيل علي درس كذا دار إحساني ولاك أو سمينين شر كذا كيل علي تاسع صدقه كويلو درس كذا هذا إحساني وناك أو سمينين شركة كي إلالي انت هسه يا أجري صدق له وزين مركب عيني والبو درس بعلي ذاي درس كذا حالدي ساتة ولا صع وهي حديث ما أنصوم رنا إحسانك درس نفرنا أنكو دلنا عدم الأذية تجارنا سكي إلالنا درس كذا هدبن فعلنا هكدبن قولنا درس كذا هكدبن وني والبو درس إلالي وروح عليا وحير أو إحسان ودرس كأو سمعسي أنا جنة أكو قشو أو إلهي عذابه كا إلاليو وحاليا وحير او درس او دب او كنتي درس كاد انتو قوة وارئنا عذاب اكو مدتو ما انتنا درس ابا جراية الهي امام حريسته والمسلمين خاصة دمرك مسلماتكم حاليا الهي انتا كعب سوتين الهي انتو بتكينو الهي انتو بتكينو الهي انصر نقنو خيرك وناقن انكو دادالنو درس كان حمان تاكي الالنو الهي سبحانه وتعالى توفيقا ويجزنو وعوا ادون ما انتو ادون بره اخرى وعلى لمن قبر قيامات بيان حساب هذا بيسا نوال بو إسدا وقو ذنوبتي مع سيدا أنك فقنا إلهي سبحانه وتعالى كتابك أنك أبصنا إلهي أنك أبصنا إلهي أنبرنا إلهي نعادي إلهي عبادة أنك دادالنا نوال بو درس كذا إحسان أسميه لابنك إلالي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.